قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. عند أحد منكم صق وبراء أن يموت مسلما، لماذا لا تخافوا؟ إني والله لا أعجب العجب كله من نفسي ومنكم، لماذا لا نخاف؟ عندنا براءة أن نظل على الهدى والاستقامة والصراط المستقيم حتى نلقى الله رب العالمين. ألا نعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الذين كانوا من قبلنا من الصالحين كانوا يخافون أن يموت الواحد منهم كافرا وأن لا يثبت عند النزع وأن يأتيه شيطانه حتى يحيد عن الصراط المستقيم. وربما أصاب رجلا منا مرض يؤلمه فلم يصبر على ألمه وفاه في آخر عمره بسب ربه وسب دينه وسب نبيه، لأنه لا يصبر على ما ابتلي به. عباد الله، إن الأمر جد لا حزن فيه، تذكروا بهذا الجمع جمعكم بين يدي ربكم جل وعلا يوم القيامة، يوم يحشركم إليه ويحاسبكم على الصغير والكبير، على ما أسررتم وما أعلنتم، على ما أضمرتم وما أظهرتم. والحساب عنده بمثاقيل الذر، ولا يظلم ربك أحد. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.